السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي تلفزيون الحياة في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات الملاعب. اليوم شفنا كواليس النادي الأهلي سريعا، والنجم الساحلي النادي الأهلي امبارح تعادل مع النجم الساحلي وتأهل لدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية. أول مرة في تاريخ الكرة المصرية نادي يتأهل قبل النهائي، إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي ياخد البطولة. أحداث كتير جدا امبارح وأخبار كتير هتكون معانا، ولكن في البداية كده أنا جاي كده في موضوع يعني أدهلكوا في برشامة أو أدهلكوا كده في أسبرينة زي ما بيقولوا سريعا. يعني بقالي كذا يوم أو أسبوع متابع موضوع انتخابات لجنة الأندية والجرايد والمواقع، عايز أوجه رسالة للصحفيين وأحكي للناس وأقول شوية كواليس كده لربما أن دي تهدي. إحنا في فترة عانينا جدا والرياضة المصرية تعبت والكرة اتأخرت، مش بس بسبب الجمهور وخناقات الجمهور وخفات، لا بسبب الخناقات عامه. يعني اي خناقه او اي خلاف اوعى تفتكر ان هو ممكن ينتج نجاح، انسوا. يعني الانديه تخانق مع الاتحاد، الاتحاد تخانق مع انديه، قالت تخانق مع زمالك، كل الكلام ده هيعمل احتقان، هيسخن الجمهور، هيعمل بلبله، هيعمل الدنيا هتروح في داهيه. شايف كل الاعلام، كل الجرايد وكل الناس راحه في ثلاث مواضيع، سواء انتخابات لجنه الانديه والاتحاد والدوري والقصه، المستشار مرتضى منصور، المهندس محمود طاهر، والمهندس شريف حبيب. بعد انتخابات الأندية أو الاجتماع الأخير بتاع الأندية أهدى وأسلس وأحلى وأجمل اجتماع في تاريخ الأندية المصرية، أهو عشان الناس تبقى عارفة شوية كواليس. الناس جاية من البيت، القصة خلصانة، ال 11 نادي هم عارفينهم ومتفقين عليهم ومتفقين على المستشار مرتضى منصور رئيس من قبليها بيومين، وأنا قلت كده في البرنامج. الناس كاتبة منشتات مرتضى منصور يتفوق على محمود طاهر، مرتضى منصور يسحق شريف حبيب، مرتضى منصور هيصالح شريف حبيب، لا شريف حبيب مستني الاعتذار، اصل الشرط مش عارف ايه. طب يا جماعة ما تسيبوا الناس تتصالح. اللي الناس مش عارفاه ان الاندية دي راحة مخلصها الموضوع، مخلصها ال 11 نادي. الاندية دي ده مش على فكرة دي مش لعبة انتخابات. الأندية عايزة مرتضى منصور مع كل الاحترام. يعني إيه عايزة مرتضى منصور؟ يعني الأندية شايفة إن هي عندها مشاكل مع الدولة، وعندها مشاكل مع رئيس الوزراء، وعندها مشاكل عايزة صوتها يوصل رئيس الجمهورية، وعندها مشاكل مع الداخلية، وعندها مشاكل مع الجمهور. شايفة إن مرتضى منصور رجل المرحلة. الأندية اللي شايفة على فكرة مش أنا، عشان حد يقول لك أصل أنت يعني بتحب مرتضى، بتحب محمود طاهر، بتقعد تتكلم على الشاشة. لا، الأندية اللي عايزة كده. أنا بحكي لكم فاكت، ده الوضع. فجوم الأندية كان المفروض ان الجلسه دي هينتخبوا 11 نادي، وفي جلسه يوم الاحد ينضم اتنين بتوع اتحاد الكوره ثم يختاروا الرئيس. الكلام ده ما حصلش ليه؟ لان في سكينه في الزبده، السهل الممتنع. دخلت الانديه، ادي يا عم ال 11 اتفضل، اتحاد الكوره ما توجعوش دماغنا، احنا كلنا متفقين عايزين رئيس، اتفضل. حسن فريد او كابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكوره قالوا له انزل وبتاع، خلاص قال لهم لا، في وجود المستشار مرتضى منصور طالما اعلن ترشحه خلصت القصه، خلاص اجماع. محمود طاهر بقى والنادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه دايما عنده وجهه نظر عشان الامور تبقى واضحه. ايه هي وجهه نظره؟ ان هو عنده دايما يسعى لمصلحه النادي الاهلي او لكيان النادي الاهلي. دي وجهه نظر اللي متصدره دايما عند الانديه. محمود طاهر ان هو جه الاجتماع ده اثبت للناس اكن كل احترام لكل انديه مصر. خلاص خطوه تعظيم سلام، شكرا مهندس محمود طاهر، طبعا مفيش احلى ولا اروع من كده. ولكن قال لهم انا يعني مش جاهز ان انا ابقى رئيس لجنه، او مش جاهز ان انا ارأس اللجنه. اللجنه دي ليها مهام معينه وخناقات معينه بالبلد، اهو بالبلدي خناقات معينه، عايزه واحد يخش يتخانق على حقوق الانديه ويتخانق هنا وهنا وهنا. فانا مش جاي ولا الدور الجاي، لا انا مش جاي. خلاص مين قدم حط رجل؟ قال المستشار مرتضى منصور. خلاص الانديه كلها شايفه ان هو رجل المرحله دي. هو برضو داس على حته قويه جدا، وهي ان ما جه المستشار مرتضى منصور اول مره ايه طلباتكم، ايه طلبات الناس، ايه حتى خناقات الهوت ما كانتش بتاعته، إيه الضرايب مش عارفين نروح لرئيس الوزراء، إيه ما عاد وزير الداخليه نروح. فالناس حست ايه؟ لا انت مش جاي لمصلحه الزمالك، انت جاي معانا صوت عالي وظاهر وبتاع، ادي على طول خلاص مفيش مشاكل، انت احنا عايزينك. تعظيم خلاص، تعظيم سلام. المهندس شريف حبيب هو الراجل ما خسرش رئيس قدام مستشار مرتضى منصور. هو نادي المقاولين ما دخلش بال 11،
ما دخلش ال 11 دول عليهم توافق مع بعض، شافوا ان هم دول خلاص جه ما بقاش فيه انتخابات. بس قرروا الناس ان المستشار مرتضى منصور وهم بيشكلوا اللجان حطوا المستشار شريف حبيب في لجنه، شيء محترم والراجل قبل وخلاص، ورئيس نادي ام بي عامل قاعده هيهدي الدنيا وصافيه لبن وخلاص. ليه بتسخن ليه؟ وليه بتولع ليه؟ ما تخلص في الاوضه المغلقه، مش عايزين نعرف ايه اللي حصل. خير خلاص كله تمام. ده يا جماعه انا بقول بس لاي اعلامي واي صحفي، ده اللي هيخليك تزيد. يعني الصلح ده وعلو الكره المصريه وقوه الدوري اللي هتزيد فلوس، اللي مع احترامي يعني هتخليك في الاب تزيد. الناس فاهمه ان الخناق هو اللي هيعمل، هو اللي هيسيطرك، هو اللي هيخليك ان انت في النهايه انا بنفرد. لا، مفيش انفراد. انت ما عندكش غير سكه واحده بس، ان الناس دي كلها تتصالح فالدوري يقوى، فالجمهور تحل الموضوع فتحل المشكله فتمشي الدنيا. دي اول نقطه شرحناها لكم. تاني نقطه على مسؤوليتي الشخصيه عشان الناس اهي ايه تبقى الامور واحده. الدوري السنه الجايه مجموعه واحده، يعني خدوها كده مني وخلاص. الدوري مجموعة واحدة، 99% الدوري بجمهور، 99% هذا اتجاه الأمن أو الداخلية المصرية. خلاص اديت لكم ثلاث حاجات أهو عشان الأمور تبقى واضحة. تعالوا نخش على الثالثة. في لاعب في نادي جزائري توفى، إيبوس، مهاجم شبيه القبائل. الدنيا مقلوبة في الجزائر وتحقيقات وده لاعب كاميروني محترف في نادي في الجزائر، والدنيا مقلوبة هناك، طوبة، ناس رمت طوبة. طب احنا بغض النظر عن اي خلاف ولا جمهور ولا روابط ولا ما بتكلمش في القصة دي، انا بتكلم في قصة تانية. مستنين ايه؟ يعني احنا مستنين ايه؟ الراجل هناك توفى واحنا راح لنا شهداء كتير قوي في بورسعيد واحنا مش عايزين نسمع ليه؟ احنا مش عايزين نشوف القصة ليه؟ خلاص احنا لازم نقطة ونقف مع نفسنا من اول السطر. يا جماعة المدرجات للتشجيع، المشجع للجمهور، المدرجات للتشجيع، المشجع للجمهور، عشان انا بقول لكم الكلام ده عشان المركب تمشي. ده نمرة 2. خش على نمرة 3. بكرة في ميعاد الاستاذ جمال علام، مش مع السيد وزير الداخلية، مع السيد اعتقد مدير الامن السيد لواء اسامة الصغير، وهيكلموا على عودة ميعاد الدوري اللي هو 14/9، وده ميعاد نهائي، يعني الدوري 14/9، وهيتكلموا على ان الدوري مجموعة واحدة. واعتقد ان الامن او الداخلية برضو من كواليسنا عندها يعني ترحيب بالخطوة دي او ترحيب بالسكة دي. هيبقى مباراة الاهلي والمصري 180 دقيقة، هيتلعب في اي حتة او هيشوفوا لهم اي حلول. الدوري المصري مجموعة واحدة، الدوري ده كله هيروح في حتة تانية، الدوري ده كله هيروح في حتة تانية. نخش على الموضوع الرابع. الموضوع الرابع، لا الأسبوع ده فيه خبر قوي جدا أهو. نركز عشان احنا الفترة اللي فاتت اتكلمنا على موضوع أحمد فتحي واتكلمنا على المنتخب واختيار الشناوي، أخبار كتيرة جدا اتكلمنا عليها حصر الحمد لله، يعني اللي بنقوله بيمشي. الأندية دلوقتي بتبيع الدوري وبتبيع، والشركة دلوقتي بتشتري. التلفزيون المصري بعت عرض ب 280 مليون جنيه. اللي الناس ما تعرفوش ان التلفزيون المصري بعت تاني لاتحاد الكرة قال له انا مستعد اتفاوض، قول لي العرض التاني بكام وانا هتفاوض. اتحاد الكرة مش عارف العرض التاني بكام، مصر كلها مش عارفة العرض التاني بتاع شراء الدوري بكام. لازم النهاردة الشركة والاندية هتقعد مع اتحاد الكرة خلال 48 ساعة، كل واحد يقول له انا خدت كذا، فيقولوا العرض ب 100 مليون، ب 110 مليون، فيجي التلفزيون يقول لك انا حاطط ال 100 مليون، انا حاطط ال 110 مليون، كرسي في الكلوب ونقطه ومن اول السطر. امور وضحت، ده اللي هتسمعوا عنه ال 48 ساعه الجايين. في مفاجآت مدويه ال 48 ساعه الجايين. خش دلوقتي على اخبار طازه. مباراه كينيا، التلفزيون المصري بعت لاتحاد الكوره وافق ان هو ياخد مباراه كينيا ويدفع مبلغ معين اتفق عليه مع الاستاذ جمال علام، وان هو يدي اشاره للقنوات. التلفزيون المصري دلوقتي بيبعت لكل القنوات الفضائيه علشان تذيع ماتش كينيا. انا اتمنى رجاء يعني اولهم حتى مسؤولي قناه الحياه كل المسؤولين، ارجو من الناس تاخدوا الماتش، تاخد ماتش كينيا بتاع المنتخب قبل ماتش السنغال وتذيعه. حتى قنوات لو قعدت اتفقت على مبلغ معين ان هي تاخده بكواليسه بحاجته وتذيعه،
لان في النهايه ده ماتش مهم جدا للمنتخب قبل لقاء السنغال، افتتاح استاد اسوان هيكون فيه جمهور موجود، هيحضر الوزير، اتحاد الكره بالكامل، يعني هيبقى شغل جامد. اكيد دلوقتي مهيب عبد الهادي قاعد يسال بكام الماتش، هنشتري بكام ماتش، كلم جمال علامه مهيب وهتعرف بكام الماتش عشان الامور تبقى واضحه. اعتقد ان كده الامور حسمت. القنوات لازم تخش الجيم بقى، لازم تدوس، لازم تخش الجيم، لازم القنوات تدوس شويه. يعني ايه؟ خلي الميه تسقسق كده، يعني ادي ماتش وادي زيع، قول انا موجود. القنوات لازم النهارده تعمل كده، لان النهارده السجاده بتتشد، ولو اتشدت مش ترجع تاني، الخناقه بقت كبيره. خلاص الامور بقت واضحه، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. واضح ان التلفزيون مركز، واضح ان الاستاذ عصام الامير عايز يكتب تاريخ جديد. اسمعوا الكلمه دي، عصام الامير النهارده هو الرجل الاول في المبنى ده، فواضح ان هو عايز يقول انا هاخد الدوري بكذا، هبيعه بكذا، انا هعمل اتفاق، انا هعمل ديل، لانه شغال تاتا تاتا واحده واحده. ولكن برضو قبل 14/9 لازم الموضوع ده يحسم. على فكره في موضوع خامس انا جاي لكم النهارده بحاجات كتير قوي. كل الاعلاميين اللي عايزين يطلعوا ماتش السنغال، لان الصحفيين بيجوا في ماتش السنغال وبيزعلوا، فين الترتيب؟ في تنظيم اتحاد الكوره. النهارده جه جواب لاتحاد الكوره، قالوا ان من 27/8 هو اخر موعد لتسليم الكرنيهات للاعلاميين لدخول الاستاد، بعد كده مفيش اعلاميين خلاص. يعني حضرتك النهارده الجورنان حاجز لك، وحضرتك طالع هناك، وحضرتك رايح مع نفسك كده، اعرف انك هتروح مش هتخش الملعب، لان الاعلاميين بيروحوا والصحفيين بيروحوا، في الاخر بتحصل ازمات. لازم سيادتك تبلغ من دلوقتي، امور واضحه، شرحنا كل حاجه عشان تبقى الامور واضحه. المنتخب هيسافر بطياره خاصه قوامها 75 فرد، لحد دلوقتي مفيش قرار الاعلاميين هيسافروا على نفس الطياره ولا لا. اوتيل اللي اتحجز هناك لمنتخب مصر هيقعد فيه المنتخب فقط لا غير، وده الكلام هناك التنسيق مع الاتحاد السنغالي. امور اعتقد كده كلها وضحت. زي ما قلت لكم الجبلات تترقب جلسه الوزير بكره، بس هي مش مع السيد الوزير، هي مع السيد اللواء اسامه الصغير. الجبلايه بتناقش استاف كاس الامم مين؟ طيب طالما اتكلمنا على الداخليه يجي العميد ثروت سويلم على طول. عميد ثروت سويلم مدير التنفيذي اتحاد الكوره، مساء الخير يا ريس. مساء الخير يا استاذ سيف، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله 100 100. لسه حضرتك في الاتحاد لحد دلوقتي ولا ايه؟ اه والله كنت مع جمال بيه، بس بسلم عليك. الله يعينك، سلمنا عليه جدا يا ريس. الله يسلمك. دلوقتي في بكره اجتماع مع الست اللواء اسامه الصغير. احنا قلنا شويه حاجات كده حضرتك صلح لنا، استاذ جمال علام بكره هيروح مجموعه من اتحاد الكوره، وحضرتك هتكون موجود لمناقشه بندين، مجموعه واحده ولا وجمهور، صح ولا غلط؟ تمام تمام يا كابتن سيف. تمام، احنا قلنا كده اجتهدنا من عندنا، قلنا على مسؤوليتنا الشخصيه الدوري مجموعه واحده. قول لنا حضرتك الجديد. لا مفيش جديد، هو زي ما حضرتك بتقول كده من الناحيه الفنيه كله طبعا بيتمنى يكون مجموعه واحده. برضه في حوار مع ست اللي هو اسامه الصغير، برضه الداخليه حابه ان يعني يكون الكوره في متالقه دايما، واذا كانت مجموعه واحده في صالح الكوره المصريه مفيش مانع، بس احنا برضه كانوا حريصين على توابط الداخليه في موضوع مناقشه موضوع الدوري، عشان حضرتك انت عارف موضوع النادي المصري وملعب النادي المصري والملاعب. احنا برضه السنه اللي فاتت كان في قرار جريء من سياده وزير الداخليه ان كل نادي، كابتن سيف، يعني المحله لعبت في المحله وكل نادي لعب في بلده. فانت السنه دي برضه حريص عشان ما يحصلش زي السنه اللي فاتت كنا بنلعب كل ماتش ليه يعني خطه عمل، المواقفات الامنيه، مواقفات الامانه العامه، عاوزين الدوري يمشي بسهوله زي قبل الثوره، قبل 25 كانت الدوري ماشي عادي، مش محتاج جوابات ومش محتاج مكاتبات. الكره الجدول بينزل بروح مديريات الامن لكل مديريه جدول مباريات النادي اللي تبعها، ما بيحصلش مشاكل اللي بنحصل فيها الايام دي. فاحنا كنا حريصين ان احنا الدوري الجاي يبقى فيه نموذج ماشيين عليه، مشروع محترم، جدول يمشي من اول الدوري لاخر الدوري. وبالتالي كان حابب الاستاذ جمال علام ان يبقى فيه اجتماع تنسيقي مع قيادات الامن، هيتم بكره ان شاء الله الساعه 3 في مكتب سياده اللواء اسامه الصغير. تمام، بالنسبه لمشكله المصري، المصري محدد ملعبين الرباط والمريخ، هل دول هيبقى فيهم تعديل يا سربي؟ اعتقد مش هينفع كابتن سيف، واعتقد ان كان الكابتن طريحه معايا في المكتب من يومين كده، وقال ان هو شايف ان ملعب الجيش الثاني في اسماعيليه، يعني هو برضه حضرتك انت عارف كابتن سيف برضه عشان يتنقل السبع جرود فبيحتاج اقامه ليله قبل المباراه، لكن لو هو لعب في اسماعيليه في ملعب الجيش الثاني مسافه حوالي 40 كيلو، يعني ممكن يعني اقامه. ما هو الاهلي متمسك ب 200 كيلو على العقوبه. لا انا
مش بتكلم على ماتشات الاهلي كابتن سيف. انا بتكلم على ماتشات الاهلي، انا مش بتكلم على اي ماتش يعني. لا اي ماتش لا ماتش الاهلي كابتن سيف هيكون يعني ممكن يكون مش في عجروت كمان يعني، لو لعبنا مجموعه واحده ممكن يبقى ماتش الاهلي والمصري رايح جاي في استاد برج العرب، في استاد اسوان يعني، في استاد يكون يعني على مسافه بعيده شويه تامينيا وكده، ويعني في الفتره الاولى بالذات يعني. دلوقتي جمهور مصر زعلان منك، في كل حديث حضرتك تطلع تعمله بتقفلهم كده تقطمهم. ما لا الماتش الجاي من غير جمهور، الدوري السنه الجايه غالبا من غير جمهور، الدوري بعد 5 سنين من غير جمهور. ليه حضرتك قافل الحته دي كده سراب بيه يعني؟ مش سايبه حتى الامن. هو كان سيف انك انت يعني نتكلم الصراحه بتزعل يعني. انا بقول لحضرتك بكون انا اكثر قربا من قيادات الوزاره في الموضوع ده، بعرف ابعاد معينه هم شايفينها كل شايفها. الو معاك فندم. يعني تفتكر حضرتك ان اللي هو سامة الصغير او اللي هو سيد شفيق او اللي هو مين عز الدين او اللي هو علي الدمرداش مش متمنى هو ان الدوري جمهوره؟ وكل واحد فيهم ليه ولاده ونفسهم اولاد اخواته نفسهم الجمهور يشوف الماتشات وكده. بس ثروت بيه الفتره اللي فاتت يعني قبل اي لقاء بيحصل زي ضغط مثلا اللي هو امين عز الدين في اسكندريه ماتش المقاويه مفيش، وبرضه الناس ضغطت وعشان خاطرنا وبتاع، الراجل سمح بدخول جمهور ودخل الجمهور يعني. قصدي المحاولات بتجيب نتيجه يعني. برضه كابتن سيف المقاويه او الماتشات اللي زي حضرتك دي ماتشات احتفاليه بتبقى الموضوع فيها ما فيهاش نوع من الحافز او ما فيهاش بعد اذنك يعني ايه منافسه جمهور. هم حريصين يا كابتن سيف برضو ان الماتش يعدي على خير، ان الجمهور ما يحصلوش اي لا قدر الله اي مشكله. لكن هو سيادة اللي هو اسامه الصغير من حواره هو حريص جدا ان الدوري الجاي يكون بجمهور يعني. بس برضو زي ما بقول لحضرتك كده جمهور الضيف يعني، انت النهارده الاهلي اللي هيلعب ملعب ماتش يبقى جمهوره يبقى جمهور الاهلي عشان تبقى المسؤوليه محدوده، وكل نادي ملعبه يعني كل نادي ليه جمهوره في ملعبه. تمام. الطياره اللي انتم مطلعينها السنغال دي 75 واحد، المنتخب 45، هتطلعوا عالميين ولا مش هتطلعوا؟ الموضوع ده كابتن سيف يعني لسه مجال تنسيق فيه مع وزاره الرياضه، لان طبعا المهندس خالد عريس هو اللي جايبين الطياره وهم اللي عاملين المجهود كله، فبالتالي حضرتك ما يبقاش هو صاحب الشأن هو صاحب الموضوع كله ونيجي ناخد احنا منه ونقول احنا اللي هنطلع يعني. هو القصه كلها حضرتك ان اللي عمل الموضوع ده كله وهديه الوزاره لمنتخب مصر طياره خاصه تروح بالسنغال بالكابتن شوقي غريب، ما يجيش بعد اذن حضرتك. وطبعا كابتن حسن فريد متولي الملف ده مع المهندس خالد عبد العزيز، هو بقى اللي طلع الاعلاميين ينسق مع وزاره الرياضه المهندس حسن فريد. القصه دي حضرتك كده خاصه بيه هو. تمام. جال حضرتك النهارده فاكس من نادي تشيلسي بيطلبوا قيمه الفيزا بتاعه محمد صلاح ولا الحاجه القصه دي ما جاتش؟ كانت غريبه. طبعا حاجه طبعا. جه الجواب ان هم بيقولوا ان هم متحملين جيه صلاح انه يلعب ماتش السنغال، فاحنا ندفع المبلغ كده مش عارف 100 دولار ولا حاجات كده يعني. فطبعا يعني 100 دولار يعني. طب ما كان صلاح دفعهم هناك، ده فلوسه كتير يعني. ما هو لو يعرف كده كابتن سيف، لو هو يعرف هو واضح ان طبعا يعني دي حاجات اداريه بالنسبه لهم، فطبعا يعني ما فيهاش مشكله باذن الله ان شاء الله. باذن الله. ثروت بيه بشكرك شكرا جزيلا، ويعني اسفين على الاطاله. العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكره، يعني كلام اعتقد ان كلام واضح وكلام صريح. خلاص اعتقد ان هي ايام وشوقي غريب على اعتاب ضربه البدايه الاولى. السنغال هي لقاء الافتتاح. الاستاذ ياسر يحيى رئيس النادي المصري مشرفنا النهارده، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيف، عامل ايه؟ ازيك يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. والله الحمد لله فندم. كنا بنتكلم دلوقتي على ماتشات النادي المصري ان شاء الله باذن الله الدوري مجموعه واحده. انا عرفت ان اخر اجتماع يعني من المعلن ان كان مقابله بين حضرتك والمهندس محمود طاهر كويسه جدا وعلاقات طيبه جدا، وحضرتك اديت موافقه يعني فضلت ان هي تبقى مجموعه واحده، وهو فضل ان هي تبقى مجموعه ويقابل النادي المصري، ولكن توجد هناك مشكله يعني لسه في موضوع الاستاد. والله فعلا زي ما انت بتقول باشمهندس محمود راجل من الشخصيات المحترمه، والراجل اتكلم عننا كويس، والراجل متفاهم الموقف ان النادي المصري كمنظومه رياضيه بعيد كل البعد عن الاحداث اللي حصلت، والراجل ما عندوش مانع ان الدوري يبقى مجموعه واحده، واحنا برضو نفس القصه. وبعدين عايز ان اوصل لك ان حكم محكمه رياضيه ان المباراه اللي هتبقى بيننا وبين الاهلي او المباراتين هيبقوا على بعد 200 كيلو ارض محيطه،
فاعتقد اي ملعب من ملاعب الجيش هيبقى مناسب ان هو يستقبل مباراه مصر والاهلي ان شاء الله. طب بقيه لقاءات المصري يا فندم هتتلعب فين؟ والله واحنا بعتنا احنا لو الامن الامر بالنسبه للامور تسمح ان احنا نلعب في بورسعيد بعتنا موافقه لملعب نادي الرباط وملعب نادي المريخ. لكن ان حته قصه ان احنا نلعب في السويس السنه دي بصراحه كانت تصيب، احنا اتبهدلنا السنه اللي فاتت. تعبنا السنه اللي فاتت ماديا ومعنويا، اللعيبه كان عليها اجهاد جامد، معسكر مفتوح طول السنه. درجه الحراره بتوصل ل 40 درجه. حاجات كتير غير ان انت عشان كل ثلاث ايام واليوم الرابع مباراه، فاحنا كنا بيستلزم الامر ان احنا نقعد في السويس. فاكثر من 2 مليون مصاريف وكل ده كتير يعني. فاحنا والسنه اللي فاتت احنا كنا بنصارع لغايه اخر 10 دقائق في الدوري. فاحنا ان لم يكن في بورسعيد فاحنا مش اعتقد هيبقى في اسماعيليه. احنا بعتنا خطيبنا نادي الاسماعيلي، الناس في نادي الاسماعيلي مرحبين ان هم يستضيفوا مباريات، فانا اعتقد هيبقى الامر مناسب بالنسبه لنا في اسماعيليه يعني. ان شاء الله لو الامر ما ينفعش في بورسعيد ان شاء الله. ياسر بيه لسه عند حضرتك عند مبادرتك ان انت تاخد مجلس ادارتك وتزور النادي الاهلي؟ انا جاهز في اي وقت وانا مستعد ان انا اخد مجلس اداره ونروح النادي الاهلي انا عشان خاطر نلم الامور وعشان خاطر الدنيا ترجع الاول واحسن. احنا مستعدين لاي حصل اي اتصال مع المهندس محمود طاهر؟ والله هو المهندس محمود زي ما قلت لك احنا تقابلنا اكتر من مره في لجنه الانديه. لكن انا برضه عايز يعني احط في موقف احراج، انا عارف ان الموضوع برضه بالنسبه له صعب. فانا بالنسبه لي انا مستعد ومجلسي مستعد ان احنا نروح اي مكان عشان نرجع العلاقات احسن من الاول. احنا كلنا في الاول كلام محترم بالظبط. والله لا احنا نفسنا بقى يعني الدنيا ترجع في مصر كلها احسن من الاول والرياضه ترجع. يعني شفت كابتن سيف المئويه في الاتحاد كانت عامله ازاي بوجود الجماهير. فانا يعني الجماهير بصراحه هي العنصر رقم واحد وهي اللي بترجع كل حاجه طبعا. انا عندي يا فندم سؤال، عندي سؤال قاعد بساله لنفسي بس يعني كان نفسي اساله بيني وبين حضرتك بس اكني بيني وبينك ومحدش سامعنا. النادي المصري بيصرف منين؟ والله كابتن اقول لك حاجه، هو السنه اللي فاتت احنا كان الموضوع كان صعب بالنسبه لنا، كان كله خارج ومفيش داخل. طبعا استاذ محافظ الراجل ما بيتاخرش بتاع من النادي المصري. في بعض المساهمات مننا كمجلس. السنه دي والله برضه يعني البدايه الموضوع ما انتش غريب عشان ما نكونش برضه موضوع بيع الشناوي. وفي دعم من شركه الراعي من محافظه بورسعيد. وعلى بعض المساهمات بقى مننا كمجلس والامور الحمد لله يعني ماشيه. الله ربنا يوفقكم، يعني بتحبوا الحاجه اللي انتوا فيها وبتدفعوا فيها، يعني ربنا الحقيقه يوفقكم. شخصيات محترمه كلكم وبتمنى والله يا كابتن سيف احنا بنتعامل مع الموضوع، انت عارف لما تكون انت بتحب حاجه فعلا. طبعا احنا طبعا ناس مشجعين النادي المصري طبعا. بقى انت راجل بتشجع وبتحب اللي بايدك بتعمله، ولو حتى حاجه بعيد عنك لازم تعملها. مظبوط يا فندم والله ربنا يخليك يا فندم. بتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله كده المصري واقف على رجله من نجاح لنجاح. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ياسر يحيى رئيس نادي المصري. دي لقطات اخر استعدادات النادي المصري، كابتن طارق يحيى ورفاقه وادي الفريق. هنشوف دوري ثاني ان شاء الله باذن الله بقى مولع نار بقى، يعني طارق يحيى في المصري، حسام حسن في الاهلي، في الزمالك جاريدو في الاهلي، يعني طارق العشري في امبي، طلعت يوسف في الاتحاد. قولوا بقى زي ما تقولوا، يعني ان شاء الله باذن الله تكون الدنيا سخنه بعد الصفقات اللي اتعملت. الصفقات دي ان شاء الله باذن الله كلها قيمه كبيره جدا، ولكن اللي راح في نادي مش هيلعب فيه هو اللي هيدفع ثمن، وهيكون ثمن عدم انضمام لمنتخب مصر، عدم انضمام لمنتخب مصر. حسين السيد ها هبقى اقول لكم الموضوع بس ما يخش ايه كابتن عبد الستار صبري. مجلس الاهلي بينتقد جريدو، امبارح كان في المدرجات مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه المهندس محمود طاهر، وحصل انتقاد كبير جدا لجريدو على ادائه، ان الفريق ملوش شكل. بعض الناس قالت ان الوقت لسه بدري، وبعض الناس قالت ان لو فضل المستوى كده ما اعتقدش ان جريدو ممكن يكمل لبدايه الدوري. انا ما اعتقدش، انا على المستوى الشخصي انا ما اعتقدش. انا شايف ان يعني جريدو هيكمل. النادي الاهلي مش النادي اللي ممكن يجيب واحد ويمشيه بالسرعه، هو الراجل برضو محتاج وقت، لان برضو الفرقه هو مش عارفها وجي على طول ابتدى على طول المكان داير زي حسام حسن في الزمالك. اعتقد ان هم محتاجين فتره اعداد. برضو جريدو كان ليه وجهه نظر في المؤتمر الصحفي امبارح، تعالوا نروح نسمع قال ايه ونرجع لكم تاني.
Yo creo que no estamos al nivel que queremos estar. Aparte de que no somos el estado de la creo que hay una evidencia que es que ahí tenemos muchos jugadores nuevos. En el momento, pocos entrenamientos. Lo digo de la NFL, la nena de la isla de la Cudel. Y si sabéis, una pretemporada normal de cualquier equipo, tienen que ir el margen de alerta. Dura seis semanas hasta que empiezas a tener competición. Nosotros, desde que yo he llegado aquí, prácticamente desde el primer día, sin ningún tipo de pretemporada y con muchísimos cambios en los jugadores, estamos jugando partidos de competición desde el primer día. Creo que, teniendo en cuenta el punto de preparación en el que se encuentra el equipo, repito que hay muchas cosas que con más entrenamientos y con más partidos se pueden mejorar y se mejorarán, pero insisto que el estado físico de los jugadores hoy por hoy creo que están haciendo un gran esfuerzo para jugar estos partidos de competición tan difíciles. Que me nace en Bedenía o aquí en la ida o así de Marjala y mi campo fenómeno. Recuperado a Walid después de una lesión larga, hemos recuperado a Metel después de una lesión larga. Y la Iván Dena que era bien menos hot, Gamali, Metel bien menos Gamali. Muy difícil, yo creo que sabiendo el fútbol se sabe que era un partido muy complicado de jugar, que al final hemos conseguido la clasificación que era el objetivo. En fin, el Mugolot de Ronaldo, el Mugolot de Saba Gilden, Saba Gilden, el Wimé se le hace por el Gilad Femidí, que es el Mugolot de Saba, o en el Gilden, en el Gilden de Fanta Jota. واضح ان الراجل برضو مش مبسوط من اللعيبه، وواضح ان كلامه على عمرو جمال مش قد كده، مع ان عمرو جمال مع الكابتن فتحي مبروك كان نجم، يعني الناس كانت شايفاه طالع بسرعه الصاروخ. دي بعض لقطات الماتش امبارح. الحقيقه الاهلي ادى بشكل امبارح يعني متواضع جدا، ولكن نتمنى ان شاء الله باذن الله ان الفتره الجايه تكون افضل بعد رجوع بعض المصابين. يعني تريزيجيه امبارح كان أدى بشكل طيب جدا. ده ترتيب المجموعة. الأهلي سيو سبورت ناكانا النجم الساحلي، الأهلي بيتصدر المجموعة، بيتأهل للدور قبل النهائي. مشاهدة امبارح بين حسام غالي ومحمد نجيب بعد اللقاء، ولكن بعديها مشادة وبعديها صالحوا بعض. أعتقد أن حسام غالي، أنا على المستوى الشخصي، لعيب محترم ولعيب كبير ولعيب أنا بحبه جدا، ولكن لازم يهدى شوية لأن المشادة دي كانت خلال اللقاء، فلازم الأمور تهدى شوية لأن الخبر ده اتكرر معايا أكتر من مرة. وحسام يعني لعيب أسطى ولعيب كابتن فريق، فإن شاء الله بإذن الله الأمور تتظبط. علاء عبد الصادق في أمريكا وجريده في مصر. علاء عبد الصادق سافر أمريكا زيارة مع أسرته، وإن شاء الله بإذن الله هيرجع بعد 4 أيام. والراعية تنعش خزينة الأهلي ب 14 مليون جنيه. دي شركة الأهرام بتدفع للنادي الأهلي 14 مليون جنيه. النادي الأهلي على فكرة طرح حقوق برضو البس بتاعته، وأعتقد إن هي خلاص في الطريق. استقبال حافل لبطل ذهبية السباحة في الأهلي أحمد أكرم، بطل ذهبية سباق 800 متر في السباحة. كان في استقبال النهاردة حافل، حقه، راجل بطل أولمبي، راجل جايب ميدالية، لازم الوزير يطلع له، لازم الناس تطلع له، مش بس لعيب كورة. فتحي أحسن لاعب وسموحة أفضل نادي في استفتاء جمعية المحترفين. جمعية المحترفين اللي برأسها الكابتن مجدي عبد الغني عملت حفل رياضي لتكريم أفضل عنصر في كرة قدم الموسم المنقضي، وذلك أول استنبل المقبل بأحد الفنادق. لسه هتعمل حفلة، وأعتقد أن أحمد فتحي فعلا كان فورمة كبيرة جدا، وسموحة من غير خلاف. إسلام عوض ومحمد إبراهيم هو أبرز خلاص الأسامي المستقرة للرحيل خارج النادي، خارج نادي الزمالك. وتشيلسي يفوز على السيتي، وإيفرتون يتعادل مع الأرسنال 2-2. وعايز أقول لكم إن إحنا معنا كابتن عبد الستار صبري في حديث مهم جدا 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 عن منتخب مصر وفترة إعداده، ومعنا لقاء حصري مع الكابتن شوقي غريب مع الزميل أحمد المسيري بعد مؤتمر الكابتن شوقي غريب. كلام هتسمعوه يعني طازة من الكابتن شوقي غريب لسه من دقايق أو من ساعات. كابتن شوقي غريب بيتكلم عن منتخب مصر، بيتكلم على مستقبله. هنسمع الكابتن شوقي غريب وفاصل، ونستقبل ضيفنا الكابتن عبد الستار صبري، ونشوف نفس وجهة النظر ولا كل واحد ليه وجهة نظر مع المسيري وشوقي غريب. وفاصل ونرجع نستقبل عبد الستار صبري. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم، وهذا اللقاء الخاص مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني. أهلا بك كابتن شوقي على شاشة قناة الحياة. أهلا بك يا محمد.
كابتن شوقي، ما هي المعايير التي تم على أساس اختيار اللاعبين المحليين وأيضا المحترفين لمباراة السنغال وتونس؟ يعني بص، يعني هو طبعا رقم واحد كانت المتابعة، رقم اثنين كانت استمرارية بعض اللعيبة في المشاركة في المباريات زي لعيبة الأهلي والزمالك. اللعيبة المحترفين كانت في متابعة للعيبة بسفر اللعيبة، واحنا سعداء طبعا بزيادة العدد بتاع اللعيبة المحترفين، وبعرف انهم كل يوم بيزيدوا واتمنى انهم يزدادوا اكتر من كده. ويمكن انت شفت يمكن في المؤتمر انا لما رديت على واحد وقلت له بيقول ست اربعة لعبوا ولا مش خمسة لعبوا، عدتهم له طلعوا حوالي ثمانية سبعة لاعبين او ثمانية بيشاركوا في المباراة، واخرهم كان احمد فتحي اللي شارك في مباراة مصر، يعني كانوا ثمانية شاركوا ما طلعوش ثلاثة ولا اربعة زي ما بيقولوا. بتبقى دايما المعلومات عندنا يعني بطيئة شوية. فالحمد لله يعني ده كان المعيار الاول بتاع اللعيبه المحترفين. اللعيبه المحليين كان اللي اختار الاول على المشاركه في المباريات. يمكن كان عندي بس مجموعه اللي هم لعيبه الاسماعيلي وسموحه، وكان انا اعلنت من زمان قلت ان انا عندي لعيبه الاسماعيلي وسموحه، انه سموحه انهت يوم 19/7 بالختام، والاسماعيلي انا ما دخلش الدوره، فهم دول اللي كانوا اللعيبه اللي عندي اللي عندهم وقت طويل بس في الاعداد، وعشان كده برضو عدد اللعيبه اللي منهم ما كانش عدد كبير يعني من اللي موجودين معايا في المشاركه. كابتن شوقي، بصراحه هناك حاله من القلق انتابت جماهير الكره المصريه، خاصه بعد المستوى المتواضع اللي ظهر عليه الاهلي والزمالك في البطوله الافريقيه. بص، هو يعني القلق عندهم ولا القلق عندي، ومن حق الناس انها تقلق. حاسس الناس تقلق لان احنا بدلنا بطولتين ما بنوصلش خالص، فمعنى ان انت بقالك بطولتين ما بتوصلش للمسابقات خالص ده صعب. انا خدت ريسك على نفسي اكتر من صعوبه ان انت ما بتوصلش وصعوبه المستوى، ان انا بغير التيم كله، بغير شكل التيم كله. يمكن انت لو جيت شفت معظم اللعيبه، انا عندي لعيبه لو عدد ماتشاتها الدوليه ما بتكملش اصابع الايد الواحده، وبنعتبرها احد نجوم الكره المصريه. يعني احنا بنتكلم على عدد نجوم الكره المصريه، ودي ما تيجي تشوفه لعب كم ماتش دولي ما بيطلعش في الاخر لعب ماتشين ثلاثة أربعة خمس ماتشات وبنقول ده نجوم. خلاص احنا ما عادش عندنا العدد اللي يعني مش عايزين نرجع نقول شفت 2006 2008 و2010. احنا كان عندنا 2006 2008 و2010 لعيبه عدد ماتشات الدوليه 70 ماتش وال80 ماتش وال60 ماتش وال50 ماتش. احنا انت بتتكلم دلوقتي في عدد دولي. انا زي ما الناس قال انا قلقان، بس انا ده شغلي اللي عايز ابني بيه، فبقول انا مش بعمل احلال وتجديد، انا بعمل عمليه بناء جديده. البناء الجديد يمكن عندي بعض العناصر، يمكن لو جيت حسبتهم هتلاقيهم اربعه لعيبه او خمسه لعيبه اللي فوق ال 30 سنه في التيم كله دلوقتي. وانا شايف ان احنا يعني خدنا الخطوه دي بدري قوي، يعني كانت المفروض ناخدها بعد فترات لكن خدناها، وخدنا الريسك بتاعها. اتمنى ربنا يوفقنا، ورب باذن الله ربنا كرمنا باذن الله وتوفيق من عند ربنا، احنا هنشتغل وفقنا في الهدف اللي احنا عايزينه ووصلنا البطوله باذن الله. متاكد ان انت لما تيجي توصل للبطوله هيكون متواصل عمر نزل اكتر وخبره اللعيبه زادت اكتر، من كده تقدر تاخد منهم الهدف اللي انت عايزه في البطوله وتاخد منهم الهدف اللي انت عايزه في تصفيه كاس العالم. اتمنى ان احنا نطمن الناس زي ما الناس قلقانه، فعلا احنا كمان عندنا القلق ده، لكن عشان شغلنا احنا ما بنحاولش نظهر قلقانه لحد. انضمام امير عبد الحميد وهاني العجيزي كان مفاجاه، وايضا استبعاد محمد عواد حارس مرمى الاسماعيلي كان مفاجاه. بص يعني هو مش موضوع مفاجاه، انت لو جيت شفت نهايه الموسم المستوى اللي ظهر بيه العجيزي والمستوى اللي ظهر بيه امير كان يحقهم انه يخشوا المنتخب. يعني لو انا بختار اللعيبه دول يوم 20/7 كنت ممكن اختار نفس الوقت. استبعاد عواد وضم امير مكانه لان انا ما اقدرش اجيب اثنين حارسين مرمى بيلعبوا في نادي واحد والمشاركه هتبقى لصالح واحد بس، والمشاركة مش هيبقى لصالح التاني. والدليل على كده ان انت عندك في النادي الاهلي ما حدش اتكلم على صبر الرحيل وحسين السيد، نفس الوضع بتاع الحضري ومين بتاع الحضري وعواد. يمكن انا خدت الحضري لان الحضري اكثر خبره خدته معي، لكن بعد انا قلت يمكن قلت في المؤتمر ان الاسماء دي هتتغير والاشكال دي هتتغير ولاعيبه تانية هتخش ولاعيبه تانية هتيجي لما الدوري يبدا، لان الدوري يبقى المقياس. ليه انا اخترت صبر رحيل على حسين؟ لان الاثنين في نادي واحد، واحد قوية افريقيا بيلعب والتاني ما بيلعبش، فاضطريت ان خالد قمر وباسم مرسي نفس القصه، خالد قمر بيلعب وبيستمر وموجود وباسم لسه ما لعبش، فاضطريت ان اخد. لكن انا كان عندي ناس نهت الموسم بالشكل الشكل الطيب. انا كنت اتمنى ان اللعيبه دي تبقى موجوده، حتى لما اجي النهارده ان انا اخد لعيب يبقى عند المبرر اللي انا خدته. يعني انت لما تيجي تسالني طب انت ليه خدت امير ولا خدت اللي عايز، اقول لك ما من ساعه ما الدوري خلص هم ما لعبوش ماتشات، لكن عندي ناديين تاني كانوا بيشاركوا في المباريات وعندهم لعيبه لو ما شاركتش في المباريات يبقى صعب النقطه. كابتن شوقي، بصراحه شايف ان مباراه كينيا هتكون اعداد كافي قبل مواجهه السنغال؟ يعني بص، هي مباراه كينيا خلينا هي اعداد للعيبه التانية اللي موجوده، اللعيبه اللي هي من الدوري عندنا اللي بقى لهم فتره كبيره ما بيلعبوش ماتشات، هي اعداد لهم. في المقام الاول هي اعداد ان تذكره الناس دي بالحياه اللي هي فيها مباريات ومباريات دوليه ومباريات معتمده ومباريات كده.
لكن يمكن اللي بيسافر بره وبيعيش بره هو حياته كلها كره القدم. اللي عايش مصر مش حياته كلها كره القدم. فاحنا بنحاول من المعسكر على المباراه ان احنا نرجع له ذاكره المباريات، هو بس ده الهدف. فنيا كيف ترى مباراه السنغال، وهل ستخوض هذه المباراه من اجل التعادل او من اجل النقاط الثلاث؟ بص يعني ما فيش اي مدرب بيدخل يقول انا هلعب المباراه دي من اجل التعادل او المباراه دي من اجل الفوز او الا اذا كان هدف موجود. يعني هل النهارده المسابقه دي فيها كم ماتش؟ فيها ست ماتشات. ست ماتشات اللي يجيب اكبر عدد نقط من ست ماتشات هو اللي هيوصل للبطوله. عشان كده دايما كل استراتيجيه المباراه بنحطها على ضوء المباراه اللي احنا بنلعبها. مباراه في الافتتاحية المباراة صعبة، أصعب صعوبتها بتيجي في حاجات كتيرة. بتيجي في حاجات إن السنغال خلاص جددت تمه، ما عندها تيم، تصل أعمار صغير جدا، لعبته كلها 23 لاعب محترفين، بقالهم سنتين ما بيلعبوش في السنغال، عندهم حافز إنهم يرجعوا يلعبوا تاني بعد ما الاتحاد كان أفريقيا وقفهم، عندهم حوافز كتيرة الموجودة، وإحنا عندنا حوافز إن إحنا جهاز جديد غيرنا في التيم، عندنا نفس الحافز، عندنا حافز المكسب، عندنا حافز الوصول للبطولة. عكس ما باجي ألعب مباريتين، المباريتين هم فصلين. طب انا بلعب المباراه الاولانيه بره، فبحاول اطلع باكبر نتيجه علشان اوصل للمباراه الثانيه اللي في مصر ان انا اجيب احسن نتيجه. لكن دلوقتي انا عندي جدول شغال، من الممكن تكون بتسوانا هي الحكم في مين يوصل ومين ما يوصلش، ومن ممكن الناس بتفكر كلها في الفرق الكبيره، ممكن تلاقي بتسوانا طرف في الوصول ومعاه مصر مثلا، يعني ما تعرفش الوضع ماشي ازاي. عشان كده بقول الظروف ممكن تختلف. اتمنى ان احنا الهدف اللي احنا هنحطه للعيبه وهو الهدف الاستراتيجي معايا هو الوصول لكاس الامم الافريقيه، لان انا ما عنديش مش رايح زي ما قلت لك مباراه فاصله اوصل ولا ما اوصلش. يعني استبعاد محمد صلاح من تشيلسي في اخر مباراتين، ايضا رامي ربيعه، شيكابالا، ده ما بيقلقش كابتن شوقي غريب؟ لا مش قلقني خالص، وطالما انا متاكد ان هو بيتمرن وعايش العيشه الاحترافيه بتاعته، عارف ان هو حياته كره القدم، ملوش اي حياه تانية الا كره القدم. وزي ما انا ضربت مثال بمحمد صلاح قلت من هو المنافس معاه في نفس مركزه، اظن نفس صعب. وضربت مثال لو محمد صلاح موجود في اي نادي في مصر كان هيلعب ولا مش هيلعب؟ كان هيلعب. فالمنافس اللي عنده صعب، نفس اللي عنده صعب. واحنا الدوري كله ما بقاش منه الا اسبوعين، احنا مستعجلين ليه؟ يعني احنا بنستعجل ليه؟ يعني 23 لعيب بتوع السنغال اللي هيجوا هناك، من الممكن يكون في 2 3 منهم، في 5 في 6 في 7 ما بيشاركوش في المباراه. يعني مثلا كان مع صلاح في تشيلسي ديمبابا، ولما لقى نفسه ما بيشاركش في المباريات على طول في تركيا، يعني خطوة تانية. انا متهيألي لو محمد صلاح ممكن خطوة زي دي ده تشيلسي استغنى عنه. احنا عندنا في مصر كده تشيلسي استغنى عنه، ده تشيلسي مش عارف ايه، ده شايفينه وحش، ده شايفينه مش عارف ايه، هنفوتها مع حاجات تانية. لعيبه العالم كلها بتلاقي دروب راح لعب في الصين شارك ورجع تاني تشيلسي. يعني انا بقول يعني احنا عايزين نعمل دعم للاعبتنا دي، مش عايزين نعمل ايه ان احنا نخطف منهم نشد منهم، عايزين ندعمهم في حاجه. ماذا تمثل اول مباراه رسميه للكابتن شوقي غريب؟ شيء صعب بالنسبه لي، يعني من خبرتي اللي انا عشتها كلها في مباراتي اللي انا لعبتها وفي بطولاتي اللي حققتها، وسواء كنت رجل اول او سواء كنت الرجل الثاني، لكن بيبقى شيء صعب ان انت تبقى انت ربان السفينه في اول مباراه. اتمنى التوفيق يعني منها، لان احنا عندنا جهاز محترم بيشتغل وبيشتغل باحترافيه فعلا، فاتمنى التوفيق. بصراحه كابتن الان لا، عمري ما بقلق في كره القدم نهائي خالص. عندي هدف حطه قدامي، التوفيق من عند ربنا باذن الله، اتمنى ربنا يساعدنا ونحققه. بس لازم عشان التوفيق من عند ربنا وربنا نحققه لازم نتعب شويه. سنغور الملعب الذي سيحتضن هذا اللقاء الهام، بعض الصحف وبعض وسائل الاعلام السنغاليه اكدت انه لا يصلح لاستضافه هذه المباراه. والله دي مشكله الاتحاد الافريقي، مش مشكلتي. الاتحاد الافريقي لو اقر الملعب موجود هنلعب في الملعب، لو ما اقر الملعب في اي حاجه مش هنلعب. طائره خاصه ستقل منتخبنا الى السنغال؟ طائره خاصه. وانا يمكن شكرت المهندس خالد عبد العزيز وقلت ان احنا يوم اثنين في طياره خاصه هنطلع بها باذن الله. كابتن شوقي اعلنت عن اختيار 30 لاعب، هل 30 هيسافروا معاك للسنغال؟ لا مش كلهم هيسافروا معايا للسنغال، ما اقدرش اسافر ب 30 لعيب، اختار منهم 18 للمباراه بقى في 12 لعيب بيتفرجوا، ما ينفعش. حتى احساس اللعيب نفسه. فعشان كده لسه انا بعد مباراه كينيا هنختار المجموعه اللي هتسافر معانا باذن الله. اخيرا مرض الابولا ما بيقلقش الكابتن شوقي؟ ما بيقلقش لان مش موجود في السنغال اصلا. احنا بعت الاتحاد الافريقي رسمي ورد علينا رسمي انه مش موجود. شكرا للكابتن شوقي. اعزائي المشاهدين، وبهذا نكون وصلنا لنهايه هذا اللقاء الخاص مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني لمنتخبنا الوطني، شكرا جزيلا.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل ملاعب اليوم مع ضيفنا ونجمنا النهارده المدرب العام لمنتخب مصر كابتن عبد الستار صقر. شرفنا النهارده كابتن. ازيك يا سيف؟ ازي حضرتك؟ بار حضرتك كله تمام؟ انا خليك كابتن الحمد لله. كابتن يعني النهارده مؤتمر لكابتن شوقي غريب وجهازه, في مفاجآت كبيره النهارده في اعلان التشكيل في القائمه المحليه, يعني في ثلاثي النهارده الناس ما كانتش يعني في انتظارهم, العجيزي امير عبد الحميد تريزيجيه لعيبه كبار جدا ادوا بشكل طيب, ولكن ما كانوش على رادار الناس ان هم يخشوا منتخب مصر, مش هدار كله. بالعكس يعني احنا نتكلم على هاني العجيزي اول واحد. يعني هاني العجيزي كان احنا شفناه في الفتره الاخيره حتى في الدوره الرباعيه اللي قبل ما يخلص الدوري كان ماشي بشكل كويس. كان الثلاثه الحقيقه ماشي بشكل كويس. نبتدي واحد واحد يعني هاني كان ماشي بشكل كويس, كان فعلا مؤثر مع الفرقه في فريق السموحه, كان عامل ماتشات كويسه, عشان كده احنا اخترناه ان هو مفنش كويس, كان ماشي بشكل كويس في طول الموسم. نيجي لتريزيجيه. لعيب مميز, كان عنده طموحات وعنده سرعات, وعشان كده احنا اخترناه في برضه في الفتره دي ان هو برضه يبقى متواجد مع المنتخب. وامير عبد الحميد, امير عبد الحميد برضه نفس العمليه ان هو برضه كان في مع سموحه كان بيأدي بشكل كويس, عشان كده احنا اخترنا الثلاث عناصر دول ان هم يبقوا متواجدين معانا, وربنا وفق ان شاء الله باذن الله يبقى في انسجام يخش مع الفرقه بشكل كويس. قبل ما اخش في اي اسامي, عارف ان انتوا كنتوا عاملين ورق انت وكابتن علاء وكابتن شوقي غريب وقعدتوا مع بعض وكل واحد كان حاطط تشكيل, مين الاسم اللي كان قريب وما دخلش؟ يعني احنا كنا حاطين طارق حامد. يعني كنا حاطين طارق حامد, بس طارق حامد مش موجود, يعني ما حطناهوش عشان كان في الفتره الاخيره يعني كان ما كانش بصفه اساسيه في فرقه سموحه, ما كانش بيتمرن, ما كانش مواظب على التمرين, مع انه كان موجود معانا في الماتشات اللي فاتت, مع الماتشات بتاعه الوديه اللي احنا لعبناها مع المنتخب. وكان هم كان احنا نفسي يبقى موجود. يعني فيش واحد تاني حصل عليه خلاف؟ نعم. فيش واحد تاني؟ لا هو في دفاعات يعني الاهلي مين واحد كده مدافع النادي الاهلي كان؟ لا ما فيش حد, يعني هو ده كان طارق حامد, يعني هو ده اللي كان يبقى متواجد. بس محمد طبعا محمد نجيب. لا كان محمد نجيب لا ما كانش يعني متواجد, هو طارق حامد. حتى كمان يعني كابتن شوقي قالهم يعني ما كانش متواجد في الصفه الاساسيه في التمرين, عشان كده احنا سبعدناه من المنتخب. بس هو يعني هو عنصر مهم معانا في المنتخب. اتمنى ان شاء الله يعني لما يبتدي فتره الدوري اكيد يبقى في عناصر كويسه, يعني مجال مفتوح لينا ان شاء الله ان احنا نلاقي برضه عناصر احسن ان شاء الله. كابتن في دماغكم من دلوقتي 18 اللي انتم مكملين بيهم, ولا المعسكر واللقاء ده هيكون ليه عامل مهم؟ احنا عندنا دلوقتي ماتش طبعا يوم 30 كينيا ان شاء الله باذن الله. ال 12 لاعب المحترف هيجوا بعد المباراه, هيجوا واحد, عشان كده احنا المجموعه دي احنا عندنا مجموعه بتاعت ماتش بتاع كينيا, يبقى 18 لاعب, يبقى في 11 لاعب وتغييرات متواجده, يعني ماتش كامل كل التغييرات الموجوده, كل اللعيبه الموجوده في المعسكر, ماتش بتاع اسوان, ماتش كينيا, يبقى يكونوا. انت هتسافر بحوالي 22 لعيب؟ هنسافر 22 لاعب ان شاء الله, او 23 لاعب. عشان كده يعني في لعيبه محترفه ممكن ما تسافرش على فكره, مش لازم يبقى اللعيبه المحترفه ان هم جايين يكونوا موجودين في ماتش بتاع السنغال. ممكن لاعيبهم موجودين عشان في مجموعه هتروح الماتش بتاع السنغال, في مجموعه ثانيه تبقى ايه موجوده في مصر عشان ماتش تونس. يعني مش كل المحترفين لازم يلعبوا بصفه اساسيه, عشان كده يعني الفتره اللي جايه دي ان احنا ان شاء الله باذن الله ان احنا نحاول نبقى في انسجام, في دعم من اللعيبه كلها, في توليفه كويسه ان شاء الله لمباراه السنغال وتونس ان شاء الله. اسئله الناس بتسالها كابتن عبد الستار, يعني هاني العجيزي لعيب كبير وادى مع السموحه, ولكن بقى له برده من الدور الرباعي ما بيلعبش, احمد علي شغال وبيشارك مع نادي الزمالك مؤدي بشكل طيب, ليه ما اتخدش؟ احمد علي يعني كان في الفتره الاخيره كان ماشي بشكل كويس, كان موجود برده ان احنا كنا يعني كنا ممكن نختاره, بس احنا لينا هاني العجيزي في الفتره الاخيره ماشي بشكل, ولعب اخر ماتشات في مع فريق السموحه وكان هو من هدافين الدوري وكان متميز, ولينا العنصر مهم جدا احنا محتاجينه في هاني في الفتره دي, عشان كده احنا ضمناه في الفتره بتاعه المنتخب. طمن الناس, بقى لنا فتره اهلي وزمالك خط الدفاع الناس قلقانه,
أمن يعني طمن الناس كده على خط دفاعات منتخب مصر، رأي حضرتك إيه؟ لا خطي الحمد لله، يعني إحنا دلوقتي إحنا طبعا أنت عارف إحنا بنعمل تحليل وتجديد طبعا وبناء لمنتخب مصر، عندنا عناصر كويسة جدا زي علي غزال ورامي ربيع وأحمد حجازي، يعني هم محترفين في أوروبا دلوقتي وشكلهم كويس، إن شاء الله بإذن الله يبقى في انسجام بينهم، ومعهم طبعا شوقي السعيد ومعهم أوكا والمحمدي والمحمدي، يعني دي حاجه كويسه، يعني ان شاء الله باذن الله احنا نحاول، يعني في الماتشات الاخيره اللي لعبناها كان شكلنا كويس، كان بالنسبه للمدافعين برضه احنا من خلال التدريبات من خلال التجانس ان شاء الله يبقى في تجانس اكتر، ان احنا نحاول ان شاء الله يبقى في انسجام اكتر ناحيه الدفاعيه ان شاء الله. حضرتك قلت جمله دلوقتي برضه جمله غريبه شويه، قلت ان في بعض اللعيبه ممكن يستنوا في مصر محترفين لمباراه تونس، يعني عندنا مباراه تونس تمام، ولكن برضو في مباراتين زي دول برضو مطلوب حضرتك ثبات التشكيل انك اللي هتلعب به هناك هتيجي تلعب به هنا، يعني جرى العرف. هو يعني احنا دلوقتي مباراه كينيا هتخلص ان شاء الله يوم 30، هيجي محترفين، في عناصر هتبقى موجوده وعناصر هتبقى مش موجوده، يعني كابتن شوقي يعني احنا مش هناخد اللي دلوقتي احنا 29 لاعب، يعني 19 لاعب 19 و 12 لاعب 31 لاعب، مش هناخد ال 31 هنسافر السنغال في مجموعه تقعد مش في ضمنهم محترفين، يعني كابتن شوقي كلفني ان من خلال السفر ان شاء الله يبقى ماتش السنغال هيبقى يوم 2 ان شاء الله بعد ما نرجع من معسكر اسوان، كلفني كابتن شوقي ان انا اكون متواجد مع المجموعه اللي هتقعد هنا ان انا امرنها ان شاء الله. يعني مش طالع السنغال؟ لا مش طالع السنغال، اكون متواجد هنا في مصر امرن المجموعه اللي مش هسافر ماتش السنغال، الغد يوم 5 وانا اسافر ان شاء الله مسافر تونس ان انا اتابع المباراه تونس يوم 6 شوي ان انا اشوف التقرير واعمل تقرير للمنتخب تونس وطريقه اللعب وكل حاجه، ان انا اسافر يوم 5 وارجع ان شاء الله يوم 7 ان شاء الله باذن الله اخش على المعسكر بتاع ماتش تونس. يعني اختيار اربع حراس مرمى برضو امير عبد الحميد مفاجاه، ولكن جون كبير جدا وصراع كبير في حراسه المرمى، يعني الشناوي شريف اكرامي الحضري امير عبد الحميد، يعني منافسه شديده وشرسه. دي حاجه كويسه طبعا، يعني دي حاجه، يعني في برضو يعني اجوان تانية حراس تانية زي الشناوي ومحمد الشناوي بتاع بيدروجيت جون كويس، محمد الشناوي ولد محترم ضم معانا وعواد كان موجود في لندن وعواد محمد عواد، يعني دي حاجه كويسه طبعا. دي هو عواد اللي خبر كان غريب، يعني عدم انضمامه كان خبر غريب، ما احنا لينا محمد عواد دلوقتي برضو يعني في كان ما بيشاركش، وكان في الفتره الاخيره كان ما كانش في تمرينات بصفه اساسيه، كان بيتمرن مع الفرقه وكان في مشاكل من ناحيه ان هو موجود يبقى في الاسماعيلي او بره الاسماعيلي، عشان كده احنا جبنا امير بصفه كان موجود ومفنش كويس في نهادي الدوري، عشان كده موجود مع عصام الحضري والشناوي وشريف اكرامي. طيب محمد دمرداش رئيس تحرير محضر كده لقاء مع كابتن علاء نبيل المدرب العام لمنتخب مصر، نروح نشوف هيقول ايه وحضرتك قاعد معانا تمام، ونرجع تاني نروح نشوف الكابتن علاء هيقول ايه ونرجع تاني نعرف راي كابتن عبد الستار صبري. مدرب منتخبنا الوطني، فنيا كيف ترى مباراه السنغال؟ مباراه في بدايه مشوارنا ان شاء الله، مباراه صعبه مش سهله، مباراه عايزه تركيز عايزه توفيق، وعايزة نكون داخلين كلنا مركزين قوي جهاز ولعيبة وعارفين احنا رايحين نعمل ايه، فدي طبعا من خلال من بكرة ان شاء الله يوم 25 معسكرنا في اسوان، تدريبنا محاضراتنا مباراتنا الودية، بعديها ان شاء الله نسافر على السنغال، الفترة دي كلها هي دي بقى تحضير لهذه المباراة ان شاء الله. هل تم دراسة مواطن القوة والضعف في الفريق السنغالي؟ فريق كويس محترم، عندهم 23 لعيب محترف، لعيبه لعبت مباريات وديه على مستوى عالي في الفتره احنا لعبنا فيها مباريات وديه مع شيلي ومع جامايكا، وعندهم قوه هجوميه كويسه، برضو لعبتهم المحترفين هيتجمعوا زي لعبه المحترفين في نفس التوقيت وهيخشوا على المباراه على طول. ما هي معايير اختيار اللاعبين المحترفين خاصه ان معظمهم لا يشارك مع انديتهم خلال الفتره الاخيره؟ يمكن حضرتك كنت قاعد في المؤتمر وسمعت احنا لسه في بدايه الموسم، يعني في دوريات لسه ما بداتش وفي دوريات بدات وناس لعبت كتير، واخترناهم على اساس هم بيتمرنوا تحت تدريب قوي ومعيشه رياضيه حياه رياضيه بحته،
وبيحاربوا عشان يلعبوا، فده بالظبط ده بيكفينا اللي هم يبقوا متواجدين. يعني سنجور الملعب الذي سيحتضن المباراه كلام كتير اثير خلال الفتره الاخيره انه لا يصلح لاستضافه هذا اللقاء. دي حقيقه، انا يمكن كنت في احد البرامج الرياضيه وسمعت المذيعه الفاضله بتقول لي نزل خبر ان الملعب فيه مش عارف بيربوا فيه غنم حاجه زي كده، انا فوجئت وانا قاعد بصراحه يعني. لكن هو في لجنه الاتحاد الافريقي رايحه كمان 3 ايام تشوف الملعب وتقرر الملعب يتلعب عليه ولا لا. ايبولا مش قلقانين من هذا الوباء القاتل؟ لا اعتقد اللي هو السفير اطمننا يعني علينا كلنا ان احنا ما فيش اي حاله خالص في السنغال يعني، ان شاء الله تعدي على خير ان شاء الله. شكرا للزميل احمد المسيري. تالق النهارده الحقيقه مع منتخب مصر ومؤتمر ولقاءات واسئله ورايح وجاي وملعب وبيربوا فيه غنم، واحمد هيسرح الدنيا خالص. بس ان شاء الله باذن الله يعني تصريحات الكابتن شوقي غريب كانت واضحه، مكان ما هيقول الاتحاد الافريقي هنلعب هنا خلاص هنلعب، ودي بيبقى ليها لجان بتطلع من الاتحاد الافريقي بتعين الملعب. تمام. فالموضوع ده ان شاء الله باذن الله ما فيهوش قلق. كابتن عبد الستار، يعني بعض الاعلاميين كده والصحفيين بيقولوا ان هل الاختراق كان فيها توازن؟ يعني شايفين الاهلي 4 الزمالك 6، يعني الحضري كان مع عواد، العواد دلوقتي مريح، الحضري موجود، هل في توازنات؟ لا مفيش توازن ولا اي حاجه. احنا شايفين اللي ماشي بشكل كويس وبيأدي بشكل كويس هيبقى متواجد، يعني المجال مفتوح لاي لاعب. عشان كده يعني مش حته ان احنا ناخد عدد معين من الاهلي وعدد زيه في نادي الزمالك، لا مش شرط خالص. عشان كده احنا شفنا العناصر، واحنا بعدين احنا نقينا على النادي الاهلي ونادي الزمالك، هم اكتر ناس دلوقتي بتشارك في افريقيا. يعني هم اللي فعلا موجودين وبينافسوا في افريقيا، عشان كده اخترناهم ان هم يبقوا متواجدين بشكل اساسي. وعشان كده يعني مش حته بقى النادي الاهلي ونادي الزمالك، لا مجال مفتوح لاي لاعب يعني. تمام. سؤال برضو يعني مهم جدا، تراجع مستوى الاهلي والزمالك مقلق الناس. يعني دي حقيقه برضو، يعني احنا نتكلم احنا كل الصفقات دلوقتي النادي الاهلي ونادي الزمالك احنا يعني لسه ما دخلوش في الموسم الجديد عشان نقيم اللعيبه كلها. بس انا متاكد يعني ان شاء الله باذن الله ان الموسم الجديد النادي الاهلي ونادي الزمالك يبقى من فعلا يبقى يعني قوه ضرب للناديين، يبقى في منافسه قويه جدا، ضموا عناصر قويه جدا، يبقى في منافسه فعلا. عشان كده احنا دلوقتي في نهايه الموسم بالنسبه للاعيبه اللي كانت النادي الاهلي او نادي الزمالك هم لعبوا بفتره معينه في افريقيا، اللي هم اللي اختاروهم ان هم يلعبوا في ماتشات بتاعت افريقيا والنادي الاهلي نفس النظام. مستوى لا يعني انا مش قلقان يعني من المستوى، ان شاء الله يبقى في الماتشات اللي جايه في الدوري او يبتدي الدوري وكاس السوبر يبقى كل اللعيبه اللي لعبوا اختاروا من النادي الاهلي ونادي الزمالك هيبقى نشوفهم بقى بشكل ايجابي يعني ان شاء الله. يعني في هجوم على الجهاز الفني في اختياره المحترفين، قالوا يعني الجهاز الفني اختار صلاح وشيكا وكوكا وربيعه وهم ما بيشاركوش. لا يعني انت احنا نتكلم على شيكا شيكابالا ورامي ربيعه واوكا لا لعب ماتشين وكان بشكل كويس وبيأدي بشكل كوكا مش كوكا كوكا بيأدي بشكل كويس كوكا والنيجل شيكابالا كان في ماشي بشكل ايجابي في ماتشات التانية لعبها بشكل كويس. صلاح وشيكا بس اللي ما بيلعبوش. رامي ربيع ان هو كان في اخر ما يسافر كان بيلعب بصفة اساسية وكان شكله كان بيلعب مع النادي الاهلي، عشان كده يعني لا يبقى يعني اخذناه ان هو يعني ما عادش فترة طويلة ولسه رايح معاهم من اسبوع كده وابتدي يلعب معاهم. نيجي بس هم دول هم اللي موجودين بس اللي عليهم صلاح وشيكا ما بيشاركوش. محمد صلاح بيلعب في الدوري الانجليزي يعني بنفس يعني اخر ماتشات في ماتشات وديه كان بيلعب متواجد وبيلعب معاهم بيتمرن يعني بتدريبات معينه وبيلعب في ماتشات قويه لعبها محمد صلاح. عشان كده يعني محمد صلاح من انا مش يعني محمد صلاح في الفتره اللي جايه ان شاء الله يبقى متواجد يلعب بصفه اساسيه. انا شايف كده المدير الفني مورينيو جاب محمد صلاح ما اقدرش يعني هو جايب عايز يبقى صفقه ناجحه. حمودي مع بازل حمودي الحمد لله ان هو لعب ماتش وادى بشكل كويس لعيب تقيل. والحمد لله يعني احنا انا متنبأ لحمود ان شاء الله يبقى اضافه كويسه لبازل
وبتنقل لنادي كبير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن حسن فريد برضو يعني نائب رئيس اتحاد الكره والمشرف على المنتخب الاول كان ليه وجهه نظر قبل لقائين مهمين جدا. نروح نسمع حضرتك معنا كده كابتن حسن. انا ليه كابتن حسن لما يقول اي حاجه لازم نروح نسمع على طول. نروح نسمع ونرجع تاني. نروح نسمع كابتن حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكره بيقول ايه ونرجع تاني. الكابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على منتخبنا الوطني بالتأكيد المنتخب تنتظره مباراتين في غاية الأهمية، مباراة السنغال ثم تونس. كيف ترى هاتين المباراتين؟ مباراتين طبعا ضربة البداية بتبقى مهمة جدا، وبالذات في منتخب بيجدد تقريبا بالكامل. إن شاء الله نؤدي مباراة طيبة في السنغال الأول، يعني احنا تركيزنا على مباراة السنغال، بعد كده افكر في تونس. ان شاء الله هنعمل نتيجة طيبة ترضي طموحات الاعلام المصري الرياضي والجماهير المصرية. احنا كلنا بنشتغل بجدية، كلنا بنؤدي، وان شاء الله هنعمل نتيجة طيبة. المنتخب سيسافر الى السنغال بطائرة خاصة؟ ان شاء الله ان شاء الله طائرة خاصة، ولسه جاي لي جواب من وزارة الرياضة دلوقتي، وفي اجتماع هيحضره احمد حسن مع الوزارة على الترتيبات السفر إن شاء الله. كابتن حسن بصراحة شايف إن مباراة كينيا هتكون أداة قوي قبل مواجهة السنغال؟ لا، إحنا حتى لو ما كانش فيه مباراة كينيا قوام التيم أهلي وزمالك، ودول بيلعبوا في أفريقيا فجاهزين، اتنين تلاتة مش موجودين هنقدر نجهزهم، إنما المباراة بتقدر يعني تدي لك انطباع المباريات الرسمية. إن شاء الله خير. كابتن حسن فريد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الدوري مجموعة أم مجموعتين؟ رأيي أنا الشخص الدوري مجموعة واحدة. دوري هيتلعب السنة دي زي ما اتحاد الكرة قال، مجموعة واحدة. أما موضوع الأمن أو حضور الجماهير ده موضوع أمني بحت، إنما القرار اللي متاخد في مجلس الإدارة مجموعة واحدة. حقيقة الخلاف بين الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الأندية خاصة بعدما أشيع عن انسحاب الأستاذ جمال علام في الاجتماع الأخير. الأستاذ جمال علام ما انسحبش، الأستاذ جمال علام من البداية كان عنده ظرف مهم جدا وكلمني في التليفون وقال لي تعالى احضر معايا، فأنا حضرت، إنما ما فيش أي زعل، كل أعضاء المجلس طيبين وكويسين وكلنا على علاقة طيبة وبنتكلم كل يوم، الإعلام بس بيكبر الأمور. هل تم الاستقرار على العضوين اللي هيمثلوا الاتحاد في لجنة الأندية؟ من 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 زمان احنا عندنا كل قراراتنا في اتحاد الكرة قرارات توافقية. لما قلت هنزل الانتخابات قلت هنزل على الرئاسه بعد ما كلموني بعض الانديه، وده اللي انا قلته في الاجتماع. وانما اذا واحد اعترض يبقى احنا مش بتوع انتخابات، ينزل بتاع الانتخابات، انما العضوين الشامي والهيط، وده معروف من زمان لانهم ادوا اداء كويس في الموسمين اللي فاتوا وملفات شائكه وربنا يقويهم. بصراحه كابتن حسن اصلي كده، يعني ردود الدوري مجموعه واحده قصه قاطعه، كلم على مجلس الاداره على زملاته على الناس 100 100. اسئله من المسيري هايله وردود من كابتن حسن فريد مفيش لا احلى ولا اروع من كده. مستريحين موضوع الطيران الخاصه؟ اه طبعا، يعني طياره خاصه يعني مهمه جدا ان احنا اول ما نخلص الماتش احنا ما فيش وقت ان احنا نرجع على طول عشان ماتش تونس، يبقى فيه على طول ان احنا نخش على طول ونبتدي التدريبات بتاعتنا عشان نساعد ماتش تونس. يعني ده مهمه جدا ان طياره خاصه. يعني راي حضرتك في مستوى عمرو جمال؟ عمرو جمال لعيب كويس، لعيب اتضم معانا في الفتره اللي في الماتشات اللي فاتت. انا شايف يعني عمرو جمال هياخد خبره وهيبقى فعلا من فراوده مصر ان شاء الله باذن الله. بس امبارح في مؤتمر جريدو بينتقد مستوى عمرو جمال في مؤتمر وبعد لقاء امبارح، النهارده في مؤتمر منتخب مصر بتختاروا عمرو جمال، كميته مش راكبه مع الراجل ده؟ هو الصراحه يعني كل يعني مثلا المدرب بالنادي الاهلي الجديد هو طبعا جه في فتره ان هو الدوري خلص، المجموعه اللي موجوده اللي معايا ان هو يعني الكابتن فتحي مبروك خلص المهمه بتاعته وجي مسك المدير الفني الجديد النادي الاهلي، يعني عشان كده عمرو جمال في الفتره الاخيره ان هو برده مرهق، ابتدى كان بشكل كويس،
حصل دروب عنده شويه, شاف بقى ان هو خلاص مستواه مش 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 مظبوط, عشان كده بي يعني بي في تناقض يعني ليه بالنسبه له. اما عمرو جمال لا, لعيب كويس, لعيب مهم جدا, انا شايف له شايفينه بصوره ايجابيه ان هو فعلا بقى اداؤه كويس مع المنتخب, وان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله. شايف حضرتك النادي مستوى النادي الاهلي في وجود جرادو ازاي؟ هل الراجل محتاج وقت؟ هل الكيمياء مش راكبه؟ هل فعلا زي ما الاعلام المصري بيقول ان مش يعني فنيا مش المستوى المطلوب لاداره نادي الاهلي؟ لا, محتاج وقت. يعني هو دلوقتي ما احنا لسه متكلمين دلوقتي ان دلوقتي هو خلاص يعني ابتدى ماتشات بتاعه افريقيا ومجموعه معينه بيلعب بيها. دلوقتي في صفقات جديده هتتضم للنادي الاهلي بدايه الموسم, لازم نحكم عليه لما الصفقات الجديده تبقى موجوده ويلعب بيها. هنشوف تقييم بقى المدرب ده ان هو يعني قصدي حضرتك الوقت ده اللي هي فتره الاعداد. فتره الاعداد بالظبط كده, ان هو برده حتى في احنا في اخر يعتبر زي نهايه الموسم. يعني ده يعني النادي الاهلي ما ريحش, الدوري خلص بقى ايه ماشي في بطوله افريقيا, عشان كده يعني ما فيش راحه. في احنا نبتدي بقى الموسم الجديد نشوف تقييم المدير الفني الجديد, عشان كده لازم نصبر عليه شويه يعني نقيمه زي الكابتن حسام حسن في دلوقتي في مجموعه جايه, ان احنا لازم برضو نقيم اللعبه كلها عشان نقيم المدرب. بس احنا ما نكرنوش بحسام حسن. لا انا بحب حسام حسن. انا بحب حسام حسن طبعا. لا انا بهزر, اتمنى لهم كلهم التوفيق يعني ان شاء الله باذن الله. مين ده كابتن؟ مين ده؟ ده عبد الستار صبري. ها اللي دي يا كابتن رفعتها دي يعني حاجه نفسيه, كان لازم ترفعها كده يعني. الصراحه يعني انا شفتها كنت زمان كنت بلعب مع اصحابي يعني كان في كنت لعيب يعني زي كره شراب يعني, كان واحد يعني لعيب كره شراب قوي كنت بحبه جدا. كان هو متميز جدا, بحس ان هو يعني لعيب لعيب جامد قوي, ليه تبقى حاسس ان هو كان بيرفع ليا وبتاع الحاجات ده كان مثلك الاعلى يعني كان في حبيت يعني ان شفته. انت كان عندك حركه كده لفه حوالين الكوره كده صح؟ كان في حركات كتير قوي وفي ترقيصات كتير, وكان مسميهم باسامي بقى بتقعد بقى مثلا اسامي كتير قوي اسمي الترقيصات واقعد ابتكر كده ترقيصات كده مع نفسي كده, ان انا اتخيل ان مثلا اللاعب قدامي الخصم قدامي ان انا لازم في طريقه معينه ارقصه فيها, عشان كده بقعد اتخيل كده واقعد ابتكر كده شويه حاجات والحمد لله بتيجي يعني. ربنا يكرمك ويوفقك يعني. خطوه المنتخب ان شاء الله باذن الله تكون خطوه قويه, اعتقد عندكم يعني نقطه بدايه مهمه يعني. الفتره اللي فاتت كان كلها تسخين, داخلين على ضرب البدايه يعني قويه, واللقاء السنغال بالظبط كده يعني مصر كلها مستنيه. مش عارف مستنيه تعادل ولا مستنيه 3 بوينت؟ لا 3 بوينت ان شاء الله باذن الله. انا ان شاء الله انا متفائل ان شاء الله, احنا ان شاء الله يعني ان شاء الله بالنتيجه ايجابيه, اتمنى ان شاء الله باذن الله, بس انا يا رب ان شاء الله يبقى انا نتيجه انا نكسب مباراه ان شاء الله نركب 3 بوينت. السنغال في السنغال اصعب ولا تونس في مصر اصعب؟ ماتشين صعبين, فيش ما انا شايف ما فيش منتخب ضعيف يعني, كل منتخبات قويه ولازم نعمل لهم مليون حساب للفرق كلها يعني. مثلا منتخب كينيا منتخب قوي يعني, انا مش نيجي نتكلم على المنتخبات كلها, ما فيش منتخب يعني ضعيف شويه يعني. مثلا منتخب بتسوانا منتخب قوي يعني, احنا بنتكلم على السنغال وتونس, لا بتسوانا برضه فرقه قويه منتخب قوي, عشان كده احنا بس احنا مركزين في البدايه, البدايه مهمه جدا, هتدينا دفعه كويسه ان شاء الله باذن الله, هتدينا خطوه ايجابيه, عشان كده كل التركيز ان شاء الله في المعسكر من البدايه من بكره ان شاء الله باذن الله, نخش بقى على المرحله ان شاء الله قويه وتركيز واهتمام اكتر باذن الله ان شاء الله. تفضل الدوري مجموعه ولا مجموعتين؟ مجموعه واحده. مجموعه واحده عشان يبقى المنافسه قويه يعني. انا شايف المجموعتين مفيش منافسه يعني, البطل لما ياخد يطلع الاول من المجموعه دي ويطلع من المجموعه, هو ما لعبش الفرقه كلها, مفيش منافسه عشان تطلع البطل, لازم لما يكسب البطل لازم يلعب الفرقه كلها, يبقى فعلا يستاهل ده هو البطل, عشان كده انا اتمنى من حتى كمان يبقى في مناسب ان اللعيبه مع بعض يعني مجموعه واحده, في ده لعيب بينافس اللعيب ده بيبقى عايز يبقى احسن من اللاعب ده, بيبقى في طبعا غير مجموعه واحده هو محدد نفسه ان هو مجموعه واحده هيلعب مع مين ومين 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 صح. غير بقى عشان كده انا اتمنى ان شاء الله ان مجموعه واحده يبقى منافسه قويه, حتى لينا منتخب مصر ان شاء الله باذن الله يبقى في اختيارات اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن عبد الستار يعني وقتنا خلص مع حضرتك, بشكرك شكرا جزيلا, بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله,
ضربة البداية اللي جاية كجهاز فني إن شاء الله محترم، وعلى المستوى الشخصي بقى تكون خطوة قوية لحضرتك تنطلق منها إن شاء الله تحقق كل أحلامك. ربنا يخليك، متشكر أوي. أنا متشكر أوي، أنا بشكرك معاك، شرفتنا دايما، مشرفنا النهارده، متشكر أوي. شكرا جدا. خلصنا النهارده حلقتنا مع نجمنا ونجم منتخب مصر الكابتن عبد الستار صبري مدرب منتخب مصر. قبل ما اقول لكم السلام عليكم، معانا لقاء مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لنادي الزمالك، نروح نشوف الكابتن حسام هيقول ايه، واشوفكم انا بقى بكره في نفس الميعاد حلقه جديده من حلقات ملاعب اليوم. السلام عليكم. ان شاء الله بدايه من كاس السوبر وتجمع اللاعبين كلهم في حالة واحدة، في مهمة واحدة، وهي كل اللعيبة اللي مضبوط معاك موجودين معاك أيدين في القائمة اللي هنشتغل بيها في بداية الموسم زي ما بتكلم فيه. ولكن أنا برضه أقول حاجة عشان برضه المرحلة اللي إحنا فيها لم يتم تجمع اللاعبين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إزاي؟ بشكل غير مباشر وهو ان القائمه الافريقيه في مجموعه وفي مجموعه اللي هم الجداد، فبالتالي انت كنت بتشتغل بجزئيتين بتفكيرين. النهارده اي فرقه دخل عليها مجموعه كبيره جداد، مجموعه جديده لاول مره تنضم في مع زمايلها، فمحتاجه مرحله كبيره من فتره الاعداد وقت طويل، سواء التعايش، انسجام، سواء المعسكر، هو دي الميزه بتاعت فتره الاعداد.